رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رفيع الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأن كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ذلكم بأنه فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين
رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، رفيع الدرجات ذو العرش لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.